الأمر منهك، إنه أشبه بأحداث ليلة سرمدية من الفوضى. أمطار جليدية تتساقط، ونيران صاهرة تتصاعد، نجوم ساطعة تبزغ، وأرواح خافتة تنطفئ، شهب تمر ملقية التحية، بينما القمر يقف هناك في عجرفة أبدية. احترق هذا الجسد ولم يعد صالحا، ليس بنيران دنيوية أصبحت كنسيم ليلة صيفية، بل احترق وتفحم بنيران بين صراع عقل وقلب في ثورة ملحمية. أخرج هذا العقل من هذا الجسد المنهك، فتفكيره فاق صراع ملائكة وقوى شيطانية. واسجن ذاك القلب فهو يحمل مشاعر كامل المجرة الإهليجية.